حدثني أخ عن بيت بأحد أحياء دمشق القديمة، يمكن بالعمارة، في شجرة ليمون حجمها غير طبيعي، تحمل لها 500 ليمونة. أي إنسان طرق باب هذا البيت أعطونا ليمونة. صاحبة البيت إنسانة وقورة صالحة مؤمنة، تعطي ليمونة. هالليمونة لكل أهل الحي، 500 ليمونة. بعد سنوات مديدة توفيت صاحبة البيت، في عندها زوجة ابنها، دق الباب، بالله ليمونة ما عنا. ثاني يوم ما عنا. خلال شهر الكل عرفوا ما في مجال، فالليمونة يبست وماتت. والله حدثني أخ قال لي بخان الشيح في شيء 17 مزرعة، في مزرعة واحدة بتسمح للرعاة أن يدخلوا غنمهم ليشربوا. صاحب المزرعة ما اكتفى أنه سمح لهم، عمل ساقية وملأها ماء، فبيجي الراعي معه هالغنم ساقية فيها ماء، شيء مريح تمام. أقسم بالله العظيم 17 مزرعة جفت مياهها، بالبير ما في شيء إلا هذه المزرعة، مياهها لم تقل إطلاقا. تعامل مع الله شوف شو بيصير معك، تعامل معه. تحسن لجارك الله بيحسن لك، تكرم من حولك الله بيكرمك، تساعد الله بيساعدك. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بالجار المؤمن. من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك الجار المؤمن. أن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، يعني أحيانا يكون في مودة بالغة، رقي إيماني عالي جدا، أخلاق عالية جدا، بتحس جارك كأنه أخوك، عندك طمأنينة له تفوق حد الخيال. قال: كان لعبد الله بن المبارك وهو من كبار العارفين جار يهودي، أراد هذا الجار أن يبيع بيته، فقيل له: بكم تبيع البيت؟ قال: بألفين. قيل له: دارك لا تساوي إلا ألفاً واحداً، لما طلبت الألفين؟ قال: صدقتم، لكن ألفاً للدار وألفاً لجوار عبد الله بن مبارك. عبد الله بن المبارك أعطاه الألف، قال له: ابقى جارنا. هيك كان الود. يهودي هذا اليهودي رأى إحسانه. أنا أقول لكم كلمة إخواننا الكرام، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما المسلم بيكذب، بيحتال، بيقصر بأداء واجباته، الطرف الآخر يكفر بهذا الدين، أليس كذلك؟ بيقنع بكفره. لما أنت تسيء للكافر تقنعه أنت أن كفره هو الصواب، شيء خطير. إذا الإنسان أساء لغير المسلم، غير المسلم لا يقول فلان أساء إلي، يقول الإسلام سيء، لو ما كان الدين سيء ما كان أساء إلي. عد للمليار قبل أن تؤذي غير المسلم. أيها الإخوة، أول أبواب الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى من جارك. يعني إذا في إساءة والجار سكت أو حلم وكاد الحليم أن يكون نبياً أو امتص هذا الخطأ، يعني هو الإنسان لما يغلط يعلم أنه أخطأ، لكن لما يجد الجار تحمل وما تبرم يكبر عنده. من هنا يأتي
الإحسان. الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. الآن في نوع من أنواع الإحسان للجار أن تكف أذى الآخرين عن جارك. بيكون أيام جار قوي وله جار ضعيف، وفي جار لئيم لهذا الجار الضعيف يعتدي عليه، هو الجار يستطيع يكف أذى الآخر عن الجار. هذا من أرقى أنواع الإحسان للجار. في ثقافة اسمها ثقافة العفو. الإنسان ما بينسى، واحد أخطأ لا ينسى، ما دام أخطاء الإنسان المذنب يذكر بها دائماً ييأس من إصلاح نفسه. ففي مجتمعات إيمانية في أعلى مستوى الإنسان يعطى فرصة أن يخطئ ويتوب. يعني إذا إنسان تاب يجب أن تعامله كتائب، يجب أن تعامله على أنه لا ذنب له، لقول النبي الكريم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما لم نعتمد هذه الثقافة أنه بعطي إنسان فرصة يصحح. حدثني أخ كان بأمريكا، في لكل مواطن صفيحة اجتماعية، كل أخطاؤه بدءاً من مخالفات السير بها الصحيفة، ما دفع ما عليه بها الصحيفة. الآن قبل أن يسافر يطالب بالصحيفة، قبل أن يعين يطالب بالصحيفة، أي حركة يتحركها يطالب بالصحيفة. بيقول لي الأخ الكريم أنه أي مخالفة بها الصحيفة إذا مضى عليها سنتان ولم يرتكب مثلها تمسح آلياً. أعطينا الإنسان فرصة إذا أخطأ يتوب. هلأ أنت مع أولادك أعطيه فرصة يتوب، وإذا تاب لازم تنسى خطأه نهائياً، ما تذكره فيه أبداً. هل الثقافة هي عندنا غير موجودة؟ كل ما لمحت فلان وبتعرف له خطأ تذكر خطأه، أو بتذكره بخطأه بيكون تاب وتغير وارتقى. أنا أرى أن هذا خطأ فاحش في المجتمع، أنه ما نعفو. يجب أن تعفو عمن ظلمك. الحديث: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة. تصور إنسان، المسلمون على وشك أن يفتحوا مكة، يذهب كتاب من أحد الصحابة، تحمله امرأة خبأته في شعرها، يخبر قريشاً أن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم. هذا اسمه في الحياة المدنية خيانة عظمى. بجميع الدول، بجميع الأنظمة، بجميع الثقافات خيانة عظمى يستحق صاحبها الإعدام. رجل من أصحاب رسول الله اسمه حاطب ابن بلتعة أرسل هذا الكتاب، جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي، قضية خطيرة جداً. سيدنا النبي أرسل سيدنا علي مع صحابي آخر يتعقبون هذه المرأة التي معها الكتاب، فلما أدركوها أنكرت، فلما هددوها أخرجته من عقاصة شعرها. فتحوا الكتاب من حاطب ابن بلتعة إلى قريش: إن محمداً سيغذوكم فخذوا حجركم. جاء بالكتاب إلى رسول الله،
استدعى النبي الكريم حاطب، أول ما دخل على النبي قال سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أنا سمعت جواب النبي فبكيت، قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، ما نسي له بدر، إنه شهد بدراً، تعال يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال له: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، وأنا موقن أنك المنتصر، ولكن أنا لصيق في قريش، لي أهل ومال، أردت بهذا الكتاب أن أحمي أولادي ومالي، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. القتل نصيبه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا فيه إلا خيرا. أكلف بأعمال متعلقة بعلاقاته مع البلاد الأخرى، يعني كلف بعمل ليلقي في روعه أنني واثق منك. العفو ثقافة، أنت عندك موظفين، عندك أولاد، أخطأ، اقنعه أنه ممكن تتوب يا ابني، وإذا تبت ما في شيء عليك، بتعامله كتائب، بتعامله كمن لا ذنب له. فأيام جاري بيخطئ، كل ما صار في مناسبة من ذكره بخطأه نحكي عليه، ما عاد في أمل بقى. عود نفسك كأب، كمعلم، كمدير مؤسسة، كصاحب متجر، كصاحب معمل، موظف، عود نفسك من حولك إذا أخطأ القضية طويت وانتهى الأمر. فلذلك لما الجار يسيء وأنت تعفو عنه، هذا شيء يؤكد أن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني إخواننا الكرام، في إنسان عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأصدقاء إلى أعداء بالحمق، وفي إنسان آخر عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأعداء إلى أصدقاء. يعني واحد تفنن بإيذاء الصحابة وقتلهم، وقع أسيراً، جاءوا به إلى النبي وربطوه بسواري المسجد مقيد، مر به النبي قال: يا محمد، إن شئت مالاً أعطيتك ما تريد، وإن شئت أن تعفو فجزاك الله خيراً. عرض عليه، فالنتيجة النبي عفى عنه وخرج واغتسل وعاد وأسلم. أنت ما تنسى العفو شيء يعني لا يقدر بثمن. النبي الكريم لأهل مكة كان بإمكانه أن يلغي وجودهم، 20 سنة حاربوه، تفننوا بقتل أصحابه، فلما انتصر عليهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني أنت كجار، في جار أخطأ، رغم خطأه جاء العيد زوره، عرفوا من هو المؤمن، إنسان كبير المؤمن. فأنا الملخص الآن: لما ابنك يراك تحسن إلى الجار، يراك تتصل به، يراك تزوره، يراك تعطيه ما يحتاج، يراك تلبي حاجته. يعني مرة سمعت عن إنسان يعني أدمن شرب الخمر وافتقر، طلب من جاره مساعدة فقدم له ليرة ذهب. الحب تنامى عند هذا الجار شارب الخمر حتى حمله حبه لجاره المؤمن على أن يتوب. فمرة طرق باب الجار قال له: قالت له: والله عم يصلي وعم يقرأ قرآن بعد منه. دهش
إذا كان مؤمن أحسن لغير المؤمن إحسان جيد، المذنب بميل له، وإذا ما له صار في أمل كبير أن يتوب. المؤمن كوكب دري، ورد في بعض الآثار أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. يعني أنت بناي جار مؤمن، أنت كوكب دري، كلك لطف، كلك إيناس، كلك أدب، كلك محبة، فبيقلدوك الجيران، صلك مكانة كبيرة، صلك هيبة، ممكن بعد حين تساوي سهرة مشتركة تتحدث عن الله عز وجل. بطولتك يا أخوان أن تأخذ بيد جيرانك، والدرس اليوم عن الجار، والدرس الماضي عن الرحم، وأن تأخذ بيد أرحامك. نحن نتوهم أن الدعاة الخطباء فقط، هذول دارسين متعلمين بيلقوا خطبة رائعة. أنت داعية، أنت من دون لسان بإحسانك داعية كبير. شو محسن؟ لك جار يعني مسافر وافتقروا بغيابه، أمنت لهم كل حاجاتهم، بيرجع بتحكي له شو ساوى جار معنا، بيدوب محبة لك. فكر بعمل صالح كل يوم. أقرب الناس لك جيرانك، جارك. في جار فقير، في جار ضعيف، في جار عنده أولاد، في يعني مناسبة عيد جاءت، فأنت ممكن تقدم هدايا، تقدم شيء. يعني استجلب قلب الناس بعملك الصالح. الجار أقرب الناس إليك. أنا ذكرت في البداية أن الضمان الاجتماعي في الإسلام إما على أساس الجوار أو على أساس القرابة. أكبر ضمانين اجتماعيين في حياة المسلمين جيرانك، أقربائك. في إنسان ما له قريب، في إنسان ما له جار. طبعاً القوي للضعيف، الغني للفقير، المتمكن له مكانة بالبلد لواحد غير متمكن، وهكذا.